أهلا بكم من جديد. نقتبس من نور السعادة الماضي هذه الكلمات الآسرة واللحن المبهج لننقل لكم المساحة القادمة، حيث الكلمات التي تكون أساسا للبنية اللحنية لتأتي الأغنية. أرحب بالشاعر ضيفي القادم ومؤسس لعدد من الجمعيات الثقافية وشاعر نال جائزة تجاني يوسف بشير للشعر وله عدد من المشاركات الداخلية والخارجية. ورحب بك الشاعر أبو عبيدة محمد عبد الخالق. حبابك عشرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وبعد. أنا سعيد جدا أن أكون في حضرتك وفي حضرة قناة الشروق، هذه القناة العملاقة، وإن شاء الله نقدم شيء يفيد و يسعد المتلقي والمستمع إن شاء الله. إن شاء الله. أبو عبيدة، خلينا نبدأ بسؤال عام، وهو كيف بتشوف الساحة الشعرية في السودان؟ نظرتك للساحة الشعرية. والله يا أخي ده سؤال متميز حقيقة. فعلا في الفترة الأخيرة يعني بيقول في شعراء كتار، وده شيء يعني إيجابي، كونه يكون الناس يعني اتجهوا، يكون في تنوع في التجارب. هو كويس، لكن بما انه هو برضه كويس، هو برضه محتاج لنظره علميه حقيقيه. ما اقدر اقول يعني محتاجين لتوجيه، لكن الشعر هو علم، وعلم وعنده ادوات. وزي ما قال الاستاذ، قال الشعر صعب وطويل سلمه، إذا ارتقى به الذي لا يعلمه زلت به إلى الحضيض قدمه. فالشعر محتاج إنه زول يقف عليه ويطلع ويقرأ ويتعلم عشان يمسك الدرب الصحيح بالنسبة لكتابة الشعر، ودي اللي بيفتقروها معظم الشباب في زمننا ده. وأنا بوجه لهم صوت إنه لازم يكون هم صوت المجتمع المثقف الواعي، وما بتجي بسهولة، لابد انه يكون في قرايه، لابد انه يكون في اطلاع، لابد انه يكون في ثقافه ويكون في معرفه. طيب كيف الشاعر يكون مؤثر وفاعل في مجتمعه؟ صح، هو بيكون فاعل ومؤثر لما يمتلك الحاجات اللي انا قلتها دي، لانه الشعر هو سلاح قوي جدا. وفي فتره من الفترات القديمه الشعر كان هو الاعلام الوحيد، ما كان في قنوات، وحتى هو اسس وحفظ تواريخ الامم والشعوب. والشاعر كان هو صوت الأمة وصوت الشعب، وهو كان أقرب إلى الملوك يعني دائما الشاعر. وحتى كلامه كان بيأثر، يعني كان بيأثر لدرجة أنه بيقوم حروب، وكان بيأثر لدرجة أنه بيطفي حروب. حتى يعني معروف في قصة كعب بن زهير مع النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم أهدر دمه لقوة الأبيات اللي قدمها وهجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهجاء الإسلام. فلما عاد ومدح النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم اهدى اليه البرده، وهو اول شاعر يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخلع البرده بتاعته لمكانته العظيمه في ذاك الزمان. طيب نهدي المشاهدين نص. نهدي المشاهدين نص، ويقول لي اين الجديد؟ يقول لي اين الجديد؟ هل من جديد؟ فالشعر ضل به الخنا، ما عاد في الحرف القصيد، ولربما في كل حين صنعت أيادينا القديد. ما معنى أن نبقى عبيد للمال، للسلطان، للخوف المكبل بالحديد؟ أنتم هنا تتسكعون على الحدائق خفية، والكون في ثوب جديد. إن المشاعر لم تزل كحدائق الزهر العنيد، هاك الجديد، هاك الجديد، بلادي، حياتي وحبي أنا، وهبت حروفي لها في فرح، ووطني جميل كما أننا عرفنا معاني الهوى فانشرح، وصدري تناثر حرفا سنا، قواف بصوت هزار صدح. ولو أن قومي هم طالما بواد يهيمون خلف المرح، لما أدركوا كيف يبقى العنا،
بجهب ذي قرن شدا فانجرح. هو الشعر ليس بليل دنا ولا القول هزوا إذا ما رجح، فمحرير عصر يلاقي ضنا بسبب الجهالة لا يمتدح. سؤال يظل بقلبي منى، أفي الشعر زيف وغش ومح؟ أأنتم حماة الحروف التي بها ابن سلمى هما وامتدح؟ أأنتم ورثتم من الأصمعي جديد المعاني أفاق وصح؟ إذا القول لم يفض لي موطنا حسبته بيتا خلا أو برح. بريء هو الشعر مما تقول، فكم عر ظلا وحالا شرح، وكم أضن قوما عن المعضلات، وكم لجماح الهوى قد كبح. بلادي أحبك ما قد حييت، وحين أموت بقلب صفح. إذا نمت في السرب ذا آمنا معافا بجسدي ملكت الفرح، وقول نبي كريم عزيز محمد الطاهر الممتدح. أصيل نسيب حسيب كريم عفيف شريف تسامى كدح، عليه الصلاة وكل السلام إذا قاد أمرا بهدي صلح. بلادي بها كل حلم حياتي وعلمي وعزي وقلبي هناك، فكيف نسيء البلاد بقول يؤدي بنا نحو درب الهلاك؟ بلادي هوائي ندائي ردائي، وفيها الأمان وأيضا هواك، فحب بلادي يقيني وعشقي، جلست أقبل ترب خطاك، وآنست فيك رفاقي وصحبي، وأدركت منك السها والسماك. ووطني أحب به والدي، وطني أحب به والدي رعاني، ووطني كذاك رعاك. ووطني أراه كما إخوتي يحن إلي فأبكي لقاك. ووطني به أغلى ما في الوجود، أمي وأمي وأمي رضاك. ووطني أرى فيه ما كان لي وإخواتي اللاتي عشنا هناك. ووطني به أغلى ما في الوجود، أمي أمي وأمي رضاك. فقيمة وطني كإرضاء أمي، وأمي السعادة في من فداك. بلادي حياتي حياتي بلادي، ونيل جرى قال هاك وهاك، وأرض جدود الذين فنوا قرأتم تواريخهم حين ذاك. فللشعر دور لحب الوطن، لجيل سيأتي يعيش رؤاك، لنلحق بالركب نحو العلا وينهض وطني إلى منتهاك. وبالعمل للقول نرقى به، وكل يؤدي لدور يراك. إذا ما اختلفنا بأمر عسير عملنا جميعا أنا بل وذاك. إذا قلت يا موطني كلنا وقفنا قياما نحيي نداك، فنحن ضياء لهذا الوطن نوحد فيك الهوى من شذاك. وأشكر ربي بأني هنا أعيش هنيئا سعيدا، فهاك بلادي حياتي حياتي بلادي، فسودان روحي أبيا أراك، سودان روحي أبيا أبيا أراك. يا سلام يا سلام، شكرا أبو عبيدة محمد عبد الخالق على هذا النص الشعري الذي يحمل في اختلاجاته الكثير من المعاني، ولعله قد تشبه بكعب بن زهير قصيدته التي بدأها ببانت سعاد فقلبي اليوم مدبوله، واختتمها بمدح النبي صلى الله عليه وسلم، بيد أنك دخلت فيها مدح هذا الوطن. لكن هذا التداخل والمعاني العميقة اللي حمل النص ده بيقودني لسؤال مهم جدا، وهو الشاعر ما بين الاستسهال في استخدام المفردات وما بين التباهي بلغته واستعراضه، في النهاية شاعر يحمل اللغة كسلاح. نعم. هل مطلوب من الشاعر استخدام لغة مقعرة فصيحة أم استخدام مفردات سهلة يفهم المجتمع؟ وكيف التوازن ما بين الاستسهال والتصعيب في استخدام مفردات اللي احنا سمعناها قبل شوية يمكن نادر يكون استخدامها في الشعر؟ نعم، هو ما شرط، هو اللغة أصلا هي ما أساس في الشعر، اللغة هي أداة توصيل لكتابة الشعر. يعني ممكن تكتب بالعامية تكتب بالفصيح وتختار أي لغة أنت يعني، ما وهو اللغة ذات حسب الثقافة اللغوية بتاعت الشاعر. يعني ممكن أسمع لك قصيدة بالرطانة ما تفهمها لكن يكون فيها إحساس يجذبك لها. فاللغة هي أداة توصيل،
وبعد ده أي شاعر زي البستان. يعني إذا فهمتني يا أبو بيدا، نعم، المفردات المستخدمة، يعني مثلا من بين كل الذين يكتبون بالفصيح، نعم نعم، كويس، المفردات الفصيح إن أي شاعر تختلف من الآخر، دي البصمة بتاعت الشاعر. صحيح. لكن استخدام مفردات بعينها قد تكون يعني فيها نوع من الندرة. أنا سمعت الآن مفردات قد تكون جديدة بالنسبة للقارئ، جديدة. صحيح. واستخدمت أفعال قد تكون برضو، نعم، ما مستخدمة. صحيح. كويس. دي صحيح. تعتبر من اللغة الرفيعة. صحيح. هل الشاعر مطلوب منه يعني يستخدم لغة مقعرة فصيحة ولا يستخدم مفردات بسيطة وسهلة؟ لا، ما شاعر كيف يوازن يعني؟ الشاعر هو ابن البيئة. أنا ما زول خريج لغة عربية، قسم الآداب، قسم اللغة العربية. تأثير اللغة العربية علينا أخرج هذه الكلمات. وأنت طبعا ما بتقصد، يعني الشاعر دائما ما بيقصد إنه يحدد لغة معينة، لكن دواخله والتراكمات الداخلية بتاعته بتاعت ثقافته هي اللي بتحدد كتاباته. وأنا بكتب بالفصيحة المقعر، وبكتب بالفصيحة السهل الممتنع، وبكتب بالعامية، وبكتب بالداري. لكن أنا قصدت إنه أختار النص ده لأنه يعني هو جاني في اللحظة دي، وأنا دائما كتاباتي كتابات بتاعت مهرجانات، ففيها زي كأنه بعمل تريننج لنفسي مع نفسي من خلال الكتابات، من خلال دراسة اللغة العربية. جميل. دراسة اللغة العربية أيضا هل ممكن تكون خصما على الشاعر باعتبار أنه تبحر في اللغة ولم يترك الموهبة لتقوده؟ نعم. عابوا على عبد الله طيب. أي. رغم إتقانه لصياغة الشعر، لأنه الصنعة غلبت على الموهبة. صحيح. فما وجدوا مدخل نقدي يعيبوا به الصياغة. نعم. بفصل عبد الله طيب. أي. لأنه قالوا أصبح صانعا للشعر وليس بكاتب. صح. هو طبعا الأدب ذات هو ثلاثة أنواع. في الصناعة الفنية اللي أنت قلت هسي قبل شوية دي، يعني إنسان يمتلك الأدوات، يمتلك اللغة، علم العروض، يمتلك اللغة، يمتلك الأدوات، يركب تركيب. وفي المحاكاة للطبيعة، وفي التجربة الإنسانية تحدث عنها الفلاسفة. لكن هي بعد ذاك التقييم بيكون لشنو؟ بيكون للجمهور من خلال الإحساس، يعني من خلال الاستماع. هل هذه القصيدة هي تؤثر ولا ما تؤثر؟ دي متروكة للجمهور. وفعلا اللغة العربية إذا أنت سرحت فيها كثير ممكن توديك لاتجاهات. ده سؤال ذكي جدا منك. ومعظم اللغويين قاعدين يضيعوا وراء الأوزان، ويضيعوا وراء الضبط، وراء النحو، فبضيعوا الشعر نفسه. لكن لازم تكون عامل ضبط للمسألة دي لكتاباتك. يعني طيب كيف بتكتب القصيدة؟ هل أنت بتستدعي إحساس الكتابة، بتقول أنا عايز أكتب في اللحظة دي وبدأ تستدعي شعور الكتابة، ولا بتكتب وكي تجيك شعور الكتابة؟ والله هي مراحل. يعني زمان لما كنا في البدايات كنا بنقصد الحاجة، يعني إنه الواحد يقصد إنه يحدد موضوع معين عايز يكتب عنه، فبيكتب له كم بيت كده، وبيجي تاني يوم، ثالث يوم، بعد ساعة، بعد ساعتين بتكمل. لكن هسه بقت القصيدة هي أثناء زحمة الحياة هي بتجيك، وطبعا أنت بتجمع صور من الشارع العام، بتجمع صور مشاهد، من المواقف، فبتجمع منها صور، بتلقى القصيدة هي زاحمتك. وحتى مرات ما بتكون خاتم موضوع معين ولا عنوان، بتيجي القصيدة زي القصيدة الهسي دي جات، ما معروف مناسبتها شنو، لكن هي جات وتقدمت كده. يعني يلا الكنترول بيطلب منك تبهرنا بنص ثاني زي ما أبهرتنا في الأول. كويس. تعالوا نخش مسار بالروح ونكتب بأريحية، نسيب آلامنا والأحزان نتوه في رحلة نيلية. تعالوا نعطر الأيام عليه أنغام مراكبية، وشنون ناقصنا يا أحباب أصالة وطيبة مروية. هموم الدنيا ما بتفيد، نعيش جروحنا مخفية، ووطننا النيل بيتمايل تغني عليه قمرية، وعصافير الأمل ماشي تبشر بشفافية. كده أحكي لنا عن بلدا قبائله 100% وحضارات بعرف التاريخ، وكرم حضارة نوبية ولهجات في وطن شامخ، وألوان رائعة زنجية، وإحساس بالعروبة يفيض ملامح واضحة عربية، ووطن عربي إفريقي سماته هي آفرو عربية. ووطن لما نقول اسمه تقوم الناس بسورية، تعبر عن مدى الإخلاص، زغاريد الفرح حية. نرسل كل أشواقنا وكل شعورنا بينية، وحاجات لسه ما خطرت على الكلمات ومنسية. نبض شرياننا واللوعة بنادي عليك يا ري ومهيرة، عزة التاريخ، نيل، نخيل، طورية، رمال، جبال، أبنوسة، تك، هشاب، تبلدية، وده كله من الوطن نفحة. وحاجات لسه مدكية. تخيل زول يزور بلدي، بلد راقية وفرايحية، وليل البهجة في كسلة، طبيعة
وسهرة قمرية، مدني، سنجة، التاريخ، نيالة، لوحة سحرية، جبل مرة، بريق النيل، سنار، والشمالية، ولو زرت الجزيرة أبا أقيف أطراها بشوية. تعالوا نقول ببساطة أساس لثورة مهدية، عثمان دقنة نجومي، تعايش وهم تعايشية، كثير لو حاول الواحد يعبر عن بديرية ونوبة، برقو بني عامر، قبائل مالي عينية وكواهلة، زغاوة، بني هلبة وضناق، لو فور ويعليا، لو فكرت أحصيها وتخوني الكلمة يا خيّة، غلبني تراثنا بمسجد، بقول رسالة أبدية، قبائلنا اللي عرفناها بدون نقصان بكلية، تمسك من شمال نخيل وليه أقصى الشمالية، وليه نملف جنوبية، أرض الشرق والتاريخ، غرب سوداننا بينية، وسط سوداننا آماله، جزيرة وخضرة مروية، وفي الآخر نفس واحد وألوان طيف عقائدية، ورغم تباين الألوان نعيش في لوحة وطنية. ألف الله علي بلدنا، ألف الله علي بلدنا، نعيش في سماه حرية. لام لازم نكون أحسن، نحقق أجمل أمنية، سين سوداننا متقدم ونحميه بفدائية، واو والله ما بنندم على الريد الحقيقية، دال دم اللي بيحب بلده بيهون شان روحه وطنية. ألف أفديك يا شامخ وتفضل أجمل أغنية، نون نشتاق لسوداننا كل ما نطول الجية، ونون نشتاق لسوداننا كل ما نطول الجية وكل ما نطول الجية. يا سلام، شكرا أبو عبيدة على هذا النص المضمخ في المحبة للوطن. لكن يعني آفرو عربية دي ذكرتني إسماعيل حسن، عرب ممزوجة بدب الزنوج الحارة قال لي لها لي. هل ما زال الشاعر والشعر يعني يجاهد في إثبات هوية السودان؟ يعني بنلقى الآن كل الساسة والقضايا المطروحة أول ما يطرح على طاولة الحوار هوية هذا البلد حقيقي، التي أعيت المفسرين والشارحين والمفكرين. هل ما زال الشاعر يقاتل من أجل إثبات الهوية رغم الآفرو عربية التي ذكرت أنت قبل قليل وما ذكر إسماعيل حسن في سالف الزمان؟ الشاعر الواعي والشاعر المواكب والشاعر الذي يمتلك الأدوات والشاعر الذي يعرف قيمة الشعر، يعني هو أكيد هو بيقدم في رسالته من خلال معون فكري ثقافي معرفي، من خلال ضرب من ضروب الإبداع هو الشعر. والهوية السودانية أنا بعتبر أنه نحن أنا يعني لفيت السودان كله، هسه المناطق اللي أنا قلتها دي في القصيدة كلها أنا مشيتها، ما لقيت اختلاف في الإنسان السوداني. ونحن كسودانيين هويتنا في سماحتنا، في طيبتنا، في كرمنا، في تشابهنا في كل شيء، رغم اختلاف اللهجات واختلاف اللغات، لكن لو مشيت أقصى الغرب، أقصى الشمال، أقصى الجنوب، أقصى الشرق، الوسط، بتلقى أنه كل السودانيين بيتفقوا على حاجة واحدة، هي إنهم سودانيين وبيحبوا بعض وبيكرموا بعض ومتسامحين مع بعض وطيبين وراقين وحنينين. ولو مشيت أي حتة في السودان ما بتجوع ولا بتضيع ولا بتعطش ولا بتوه. ده بيقودني أيضا لسؤال، وهي المسؤولية الملقاة على عاتق الشعراء منذ قديم الزمان وفي السودان تحديدا في هذه الفترة الحرجة من عمر البلد. نعم والله المسؤولية كبيرة جدا، والشعر له تأثير كبير مع رسائل واضحة. يعني أنا هسي القصائد دي هي رسائل للمرحلة اللي احنا عايشين فيها، المرحلة اللي بمر بها السودان. أتمنى إنه رسائل تكون وصلت من خلال المعونة اللي أنا قدمت بها والرسالة، أتمنى إنها تكون وصلت لكل الشعب السوداني، ونحن أخواننا واحد، ونحن أخوان، ونحن حاجة واحدة، وما في خلافات إن شاء الله بين المجتمع السوداني، لأنه المجتمع السوداني كل واحد. يعني أنا هسي قريت مع ناس ما عارفهم من وين، ساكن مع ناس ما عارفهم من وين، بس الشيء اللي بنعرفه انه احنا كلنا اهل وكلنا سودانيين وكلنا حاجه واحده. واتمنى انه ربنا سبحانه وتعالى يجمع البلد على كلمه واحده، وانه بلدنا تمشي لقدام وتكون نموذج للسلام وللتسامح وللصفاء وللنقاء ان شاء الله. نختم بنص قصيروني كده جدا نهديه للمشاهدين. جدا نميل شويه على العاطفه ولا نواصل فيه الشعر الوطني؟ يلا نص عاطفي. طيب ما تغير حقيقتك عشان تكسب حبيب، ما تغير حقيقتك عشان تكسب حبيب، خليك بطبيعتك، اللي يصدق يصيب، والكذاب بيفضل في الكون زي غريب، لا بلقى الحبايب لا ود من قريب، والشقي ما بيلاقي في الطيب نصيب، والسمحين بسامح، السمحين
بيسامحوا والخطأ ما بيعيب، العيب في التمادي ما العالم رحيم. والشيب في شبابك، الشيب في شبابك ما بيعني المشيب، والشوك مهما يطعن بالشوك في الدريب درب الصبر أجمل. والمولى الحسيب والكلمة الرصينة في عرف الأديب أقوى من البكاتل بالنار يوم يصيب أعداء المشاعر. والشال يوم بيجيب والبيجيب بيسأل هل في الكون مجيب غير ربي البيدي للسائل يجيب. ما تغير حقيقتك عشان تكسب حبيب، خليك بطبيعتك اللي يصدق يصيب. والكذاب بيفضل في الكون زي غريب، لا بيلقى الحبايب لا ود من قريب. والشقي ما بيلاقي في الطيب نصيب، والشقي ما بيلاقي في الطيب نصيب. نحن سعداء بهذه الكلمات وبهذا التداعي القصير. أبو عبيدة محمد عبد الخالق الشاعر والأديب، كتر خيرك، نورتنا في ظلال الأصيل. أتمنى أن نلاقيك في براحات أجمل من الحديث عن الأدب والشعر ولمزيد من القراءات الشعرية. كتر خيرك. أشكرك كثير، ويمكن ده يكون أمتع حوارنا، وطلعت مني حاجات يعني في حتات تانية ما قلناها. وأشكرك وأشكر قناة الشروق وأشكركم على الاستضافة، وإن شاء الله دائما نكون خفيفين على الناس ونكون قدمنا حاجة تسعد الناس إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ. كتر خيرك. دي كانت مساحتنا الثانية مع الأديب والشاعر أبو عبيدة محمد عبد الخالق، وتداعي حول الأدب والشعر والثقافة ومساحات للنصوص الجميلة المعبقة بالحنين وبالمحبة لهذا الوطن.